السلام عليكم متابعينا الكرام، والله ما اعرف شكلكم، كل عام انتم بخير، عظم الله اجوركم على الفاجعه اللي صارت امس في محافظه بغداد الحبيبه. انتحار امراه عمرها 25 سنه، عندها اطفال اثنين ومطلقه، عندها راتب بالرعايه الاجتماعيه وقاعده تجاوز بكرفان. طلعت لجنه عليها من الرعايه الاجتماعيه وانطوها تقييم فوق مستوى الفقر، يعني ما تستحق الراتب، وبالتالي هاي الامراه سوت انتحرت. زين، يعني بس اريد اعرف الجواب لكم مو لي. احنا يمتى نقدر نعيش؟ يمتى الفقير مالنا يقدر يعيش بسلام؟